الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التي وصف فيها قطر بانها دوله تخريب وتدمير مؤكدا ان قرار مقاطعتها سيادي ومستقل. نتوسع في الحديث اكثر مع ضيفنا ينضم الينا الان من نواكشوط الكاتب الصحفي عبد الله حرمه الله. السيد عبد الله اهلا بك معنا كيف يمكن ان نقرا هذه التصريحات من قبل الرئيس الموريتاني الان تجاه قطر التي يصف فيها قطر بانها دوله تخريب وتدمير خاصه في هذا التوقيت سيد عبد الله يعني فتح مكاتب الاقتراع ابوابها غدا شكرا أعتقد أن فخامة الرئيس الجمهورية حديثه إن أخذناه في سياقه كرئيس دولة كرئيس دولة جابها مخططات القطريين وملحقاتهم الإرهابية في العالم العربي وإفريقيا دون أن يتزحزح البلد الذي حكمه على مدى عشر سنوات أراد أن يوصل رسالة للعالم للموريتانيين للعرب أن قضية قطر لا ليست قضية اختلاف ولا موازين قوى كما تخضع لها المواقف الدبلوماسية الأخرى أن قطر سيئة بحجم السوء الذي جسدته في العالم العربي، اذا هو يمتلك هذه الشرعيه رئيس سابق للاتحاد الافريقي والجميع يعرف ان الاتحاد الافريقي والافارقه بصفه عامه حاولوا الانتصار لسياده الشعب الليبي وايجاد اتفاق في اخر لحظه، لكن قطر والقاعده والارهاب من ورائهم ضغطوا لتتفكك ليبيا ويتم تسليمها للارهابيين، هذا من ناحيه ندفع ثمنه ك عربا وكمسلمين تقاعس القاره الافريقيه في دعم وتبني القضايا الفلسطينيه نتيجه للحضور القطري ومحاولاتها التسلل في الساحل إذا يمتلك كذلك شرعية ديمقراطية في العالم العربي لأنه على يستعد لتسليم السلطة لرئيس منتخب ويقول للعالم أن موقفه من قطر ليس موقفا آنيا ولا تكتيكيا ولا استراتيجيا بقدر ما هو موقف مبدئي وأنه إضافة للمواقف السياسية التي لها إكراهات أنه رجل مبادئ ولا يجامل لحظة واحدة في قضية قطر طيب وأن مدى قضية يمكن ربما قطر قراءتها التي في السياق عبد الله بأن هذه التصريحات هي كتوضيح وتأكيد على موقف الرئيس وعلى الموقف الموريتاني أيضا لأنه كانت هناك جهات سيد عبد الله حاولت الترويج بأن قرار موريتانيا بقطع علاقاتها مع قطر جاء تابعا لبعض الدول لا هو, هو فخامه رئيس الجمهوريه موقفه من قطر ليس جديدا كما قال ليس جديدا كذلك لا يشوش على مواقفه ولا تموقعه ولا تموقع موريتانيا حسب موازين القوى في العالم العربي والعالم الاسلامي موريتانيا لها حلفاء علاقاتها معهم واضحه وهناك مبادئ وقيم يكافحون من اجلها وهو تصور كسب غالبيه الدول العربيه والاسلاميه لكن الموقف القطري هو اراد ان يتجرد يتجرد من ثقل رئيس الدولة ليقف كمواطناً كمواطن عربي كمواطن من العالم يعي خطورة هذه الدولة خطورتها على أمن وتوازن العالم خصوصا أنه مسكون بأمن الساحل الذي خطط ودبر ونجح في تأمينه وكذلك تأمين العالم هو يقول لك ولي وللعالم أنا كرئيس دولة أبصرت من الملفات وبحوزتي من المعطيات ما يجعلني أقول إن إساءة قطر تجسد إساءة من يحكمها وطموحها وأنه لا مجال لأي هامش في التعاطي بسبب أيضا سيد عبد الله للناخبين للمقترعين غدا يعني عود نقطة التوقيت ودلالات أيضا سيد عبد الله أنه هذا التصريح جاء خلال تجمع انتخابي لأحد مرشحي الرئاسة نعم نعم جاء كذلك ليقول للموريتانيين ان الموقف من قطر كما قلت لا يخضع لموازين قوى انه موضوع انه موقف نهائي وموقف مبدئي وبما ان الموريتانيين يثقون فيه وثقوا فيه عندما قطع معهم العلاقات وسيثقون فيه غدا ويزكون المرشح الذي قدم لهم اراد ان يقول من بين امور اخرى ان هذا الملف لأهميته أنه ملف خطير ولا يخضع لموازين القوى ولا ينبغي أن يطرح في إطار الجدل السياسي الداخلي أن قطر تجسد الإرهاب وأننا نحن بواقعنا وهويتنا وخصوصيتنا وطموحنا كدولة نحارب الإرهاب ونرفض معاقرة الإرهاب أو مد يد له أعتقد أن هذا الموقف يجسد سابقه في تاريخ العلاقات الدوليه ان يفصح رئيس دوله عن مجموعه من المعطيات تجعله ياخذ حكما يتقاسمه العالم معه اتجاه دوله لانه هو وفق في تامين حدود موريتانيا وجزء كبير من الساحل من الغي القطري وكان يمكن ان يقتصر على ذلك لكن حمله لهموم امن العالم وامن المنطقه والعرب بالذات أراد أن يخرج من تلك الإكراهات ليقول لهم ما تحمل قطر ويقول لهم إن إجماع العالم العربي حاليا بقادته وبنخبه وبرجال دينه وبإعلامه وبمؤسساته هو إجماع له خلفيته الشرعية وصلت وليس موقفا سيد عبد الله. لا من مشاكل الإخوة في الخليج بقدر ما هو مشكل استراتيجي يمس الأمن القومية العربية والإسلامية وعبر العالم وليست مواقف لإرضاء دولة خليجية أو أخرى بقدر ما هو محاولة لحماية ديننا وسيادة شكرا سيد عبد الله وممتلكاتنا وحياة شعوبنا وصلت ودولنا وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك عبد الله حرمة الله الكاتب الصحفي كنت معنا من نواكشوت